ربما بات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على مقربة من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بقراراته الأكثر غرابة في العالم. ولعل آخر قرارات كيم الغريبة هي منع الكوريين الشماليين من الضحك أو شرب الكحوليات لمدة 11 يوماً، وذلك إحياءً للذكرى العاشرة لوفاة والده الزعيم السابق كيم جونغ إيل. وبحسب ما أكدته صحيفة ديلي ميل، فإن السلطات الكورية الشمالية أمرت مواطنيها بعدم إظهار أي بوادر للسعادة خلال هذه الأيام. والزعيم السابق لكوريا الشمالية كيم جونغ إيل حكم الجمهورية المغلقة من 1994 حتى وفاته في 2011، وخلفه بعد ذلك نجله الثالث والأصغر الزعيم الحالي كيم جونغ أون. والآن وبعد مرور 10 سنوات على وفاته، يجبر الكوريون الشماليون على الاحتفال بفترة الحداد البالغة 11 يوماً، حيث لا يسمح لهم بالضحك أو حتى شرب الكحول. ووفقاً للمصدر الذي نقلت عنه الصحيفة، فإنه لا يسمح للكوريين الشماليين بالذهاب لشراء الأغذية والمستلزمات المنزلية في 17 ديسمبر كانون الأول، حيث ذكرى وفاة كيم جونغ إيل. قال كوري شمالي من مدينة سينويغو التي تقع على الحدود الشمالية الشرقية لإذاعة آسيا الحرة: خلال فترة الحداد يجب ألا نشرب الكحول أو نضحك أو ننخرط في أي أنشطة ترفيهية. وأضاف: في الماضي تم القبض على العديد من الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم يشربون أثناء فترة الحداد ويعاملون كمجرمين أيديولوجيين، ويتم أخذهم بعيداً ولا يروا مرة أخرى. ليس هذا فحسب، فإنه حتى لو مات أحد أفراد الأسرة خلال فترة الحداد فلا يسمح بالصراخ بصوت عال، ويجب إخراج الجثة بعد انتهاء ذكرى الزعيم الراحل. ومن بين المحظورات أيضاً عدم قدرة الكوريين الشماليين على الاحتفال بأعياد ميلادهم إذا وقعت في فترة الحداد. وكوريا الشمالية هي إحدى الدول الأشد عزلة في العالم، الرقابة فيها قائمة على الدوام، ووسائل الإعلام الرسمية تسيطر بشكل تام تقريباً على ما يراه الشعب أو يسمعه. منذ عام 1948 مارست 3 أجيال من عائلة كيم سلطة مطلقة على البلاد، مستخدمة بحسب المحللين صوراً أعدت بعناية لترسيخ سيطرتهم على الكوريين الشماليين. غالباً ما تصور وسائل الإعلام الأجنبية في الخارج كيم على أنه طاغية لا يرحم ومهووس بالبرامج النووية والباليستية التي يفضلها على شعبه الذي يعاني من المجاعة. لكن وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تعطي صورة مناقضة تماماً لذلك، وهو يواسي أيتاماً يبكون أو تحيط به مجندات متلهفات للقائه.